السلام عليكم، شكم شباب؟ ان شاء الله بخير. لكم على العراقي من قناه دراغون راكل في 11. طبعا اليوم جايب لكم سلسله جديده وفريش. سلسله حتكون شويه طويله لان هي اللعبه مو كلش طويله، بس يعني تقريبا يعني 14 الى 15 حلقه من لعبه الرعب الجديده والرائعه وذات القصه من لعبه سوما. طبعا سوما سمعت وايد حكي عليها، وايد ناس قالوا انه حلوه، فقلت لازم العبها واجيب لكم اياها لان انا بالرعب بالرعب. المهم عفوا، اللعبه اللي جبت لكم اياها اليوم سوتها الشركة اللي صنعت لعبة أمنيزيا. وأمنيزيا مثل ما تذكرون يعني اللعبة مالتهم كانت عبارة عن وحوش، إذا تباع لهم يصير عندك جنون أو شيء هيك، شيء من هالشغلات يعني، إذا تذكروا بهذا مثل وجوههم المرعبة. حتى كان بيو دبي مسوي مخلي الأيقونة مال بالبداية قبل ما يخلي صورة الإيد مالته زرقة، كان يخلي قبل صورة أمنيزيا، لأن يعني هو اشتهر بهاي لعبة أمنيزيا. المهم الشركة نفسها اللي صنعت هاي اللعبة صنعت هاي اللعبة الثانية اسمها سوما، لعبة رعب وهواي ناس قروا عليها، فقلت لازم ألعبكم يعني. المهم ما عيد الحكي عليكم. ها بالنسبة اللي يقول أبو عطوة بس رعب، لا تخافون، ترى الحلقة اللي وراها حتكون فد لعبة ممتعة وتونس وحتحبوها وانتوا نفسكم حتلعبوها. اللي وراها لعبة بسيطة وصغيرة بس مو رعب، ما رح يعني. ها طبعا انا بديت اللعبه، سويت لها جيم بلاي، اول ما اشتغلت راسا طفيتها حتى شنو يعني ما اخرب عليه الستوري. خل اقول كونتينيو حتى اشوفون بعينكم انا ملاعب يعني. اوكي هاي البدايه، المقدمه راح اشرح لكم ان شاء الله الستوري، اشرح لكم القصه قدر الامكان يعني، اشرح لكم اياها مختصر مفيد. اوكي شنو هذول منو؟ وشنو؟ طبعا بدأ ما اسمع الصوت، ما اعرف يمكن اكو مشكله. هون كبسي، انا عبالي عندي ايش اسمه؟ خش في التليفون. خش تليفون عنده نوت. احنا ها هذا يقول هذا صاحب المسح الدماغ يعني. على موعدنا اليوم؟ لذلك انا خابرك. اوكي يقول لي اني شباب، يقول لي اني اريدك. اوكي سي يو سون. يقول لي اني اريدك تشرب الدواء اللي انا اعطيتك اياه قبل فتره، اللي راح يخليني اسوي مسح للدماغ مالتك بشكل اوضح، حتعرف المكانات اللي عندك بها المشاكل اللي بالدماغ يعني. ظهر بنطرونه وذكرتني بواحد. عايشين هسه ندور. اوه نظاره حلوه. اوه هو الله لك شنو. وين انا خليت الدواء مالتي؟ من هسه بدا الرعب. موسيقى مال شنو؟ شو الثلاجه؟ ماكو بس اكل سريع. يقول يراد مني ارجع البيت اجيب اكل صحي. لك انت ما صحي، خلنا نشوف شنو هالشنات. اوه ملابسك الداخليه انفضحت. كاميرا، هذا عنده كاميرا وانا اصور بالتليفون، خرب اوبل. شنو؟ اها اكو شيء ما استهمت بس خلنا نلس. هاي منو؟ اوكي هذا واحد يريد ندز له ايميل، خلنا ندز له الايميل. ها يقول نسيت ادز سند. اي شنو هاي؟ بتيته مريضه. اوكي شنو الضوء نقدر؟ حلو. هذا الدواء، هلا بالدواء الضلع. هاي شنو؟ راح ياخذ بوسه ويا الدواء شنو؟ اوبع الصور، شوف هاي شنو؟ شنو الصور؟ بس الفيك مصور بيها حلوه يعني بصراحه، طريقه استعمال الصور وهاي شغلات. لك هاي شنو؟ المكان حلو. الصيف قادم، يلا عيني خلينا نطلع بعد، نطلع من ملابس مالتنا مال النوم، لان احنا مو مال نلبس يعني، وهذا احنا دايحين. اوكي خلينا نشوف ايش راح يصير. لك انا متحمس بالدهن. ايش المهم راح اصوركم ان شاء الله 40 دقيقه او اكثر. اول شيء العراقي بلش يقول بنيه رقم شبيك الرقم لا تغلسين. ها يعني لحق ايش البيت يعني؟ هاي الورقه ما تجذب بيتيها ذا الرقم ولا فد شيء مو زين دباش. ها اجمش بس خليني اجاوب على هذا المعفن وارجع لك. جيسي اي تفضل.
ها هذا اللي دزيت له الايميل مالته قال لي شكرا وصلني الايميل مالتك يقول لي Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Comic section. اكو قسم مال القصص الكوميك مال الاطفال او مو الاطفال الناس هواي يقروا همين مال ابطال خارقين وهذا فابنيه تشتغل بيها فقال لك واحد راح يجي ويجي يعني والظاهر يشتغل معه قال بعد ما خلص المسح مال الدماغ العدي مو يمسح دماغه بوصله يعني اقصد يعني يسوي المسح شو اسمه يلا عاش جيدك عاش جيدك حلو هذا سكران قاعد يبغى على البطل دي يقول له لو انت سكران لو انا سكران يلا عادي عادي ولا يهمكم صدق تشيبس كرافس يلا ها اعذروني شباب اليوم شويه وجهي مو يعني ما بيضوء قوي ليش لان اللايت مالتي نسيت الضوء مالتي نسيت يم اهلي لما كنت رحت البيت عندهم هاي شنو لا ما ما اقدر اكف الان شعر انا عبال هذا المكان بيناسب هواي لا ليش ماكو احد بيه هاي شنو هذا خبرنا هو ديفيد ماشي من هذا تليفونه مغلق ايش عرفنا الرقم السري شنو خلينا نشوف بلكت مخيلالي بالكتاب مو هذا شيء دفتر ها بالكمبيوتر مخيلالي الرقم السري اكيد Okay, we have got a few hours. I have some already. Okay, مو هذا. I found some extra time to لقيت وقت زيادة بالمختبر. لكن للأسف لا يوجد أحد. ما أعرف شنو أقدر أقول له. ها. بشأن الكود. إيه بشأن الكود مال الباب. السكيورتي. إحنا والله شنو. أني غير مسموح لي أنه أرسل الكود بالإيميل أو برسالة لذلك راح أتركه على ورقة إذا في حال أنه نسيت أقول لك الورقة هاي الورق ماكو ورق هنا ها شنو ما كبسة هذا الدفتر يمكن بيه بي. إي 2501 حلو يلا عيني يلا حبيبي 2501 2501 شكرا افتح الباب يلا عيني اوكي مغلق شكرا هذا همين ليش مغلق ليش يلا عادي مش مشكلة هاي هنا شنو في شي جميل هذا مغلق حلو هنا العاد وينك عيني ابو المسح اليوم دريل اليوم ازرفكم اليوم هيك اخطط جيبكم ازرفكم شو رضوا انا اخاف من الظلمة يلا عشنو لك هلا بالضلع الما ينشلع لا ينشلع انت عارفك تعرفني ان شاء الله اي انا سار من انا كنت سيد جيمسي سيد جيمسي مستر جيمسي انت بدك تذهب حينجح هاي دراسة دي يسويها ويا صديقة ها يريد يساعدون الناس اللي عندهم مشاكل بالدماغ مثل هذا اللي انا جاي يعني شربت الدواء اللي طتك اياه قال لي ايه نقدر نبدي شو وقت ما تكون انت جاهز انت متاكد ما تلوصد شغله براسي ترى اذا لصتها اورمك تعال مو تقدر تقول لي احكيك غيرت رايك اي ايش نسوي بالضبط احنا راح نسوي مسح لدماغك شباب develop the perfect treatment for your condition. شباب راح يبني شباب راح يبني يقول حسوي مسح من دماغك واسوي نسخه من عنده واخليها ببرنامج محاكي. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live. يقول انا عندي مشاكل هاي خمان يعني. Must be hard having to hear that. انا اسف انت عندك مشاكل شباب هذا راح يسوي قال And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, دماغه صار ضعيف إلى درجة أي شيء يشوفه يجوز يصادقه. But we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. اوكي شباب مثل هو اللي افتهمته من عنده انه هذا المسح اللي حيسوي لي راح يخليني شلون يسوي نسخه يعني ينسخ الدماغ مالتي ويخليه ببرنامج محاكي حتى يدرس الوضع الدماغ مالتي ليش شلون يشتغل شنو المشاكل اللي بيه هيك يسوي يعني
شلون ينسخ الدماغي ما اعرف يعني هاي شيء ما فهماني يسوي له صوره يعني يجوز المهم فاشن هلا اوكي خلينا نسوي شيء انت سايمون جير ايك صحيح منشي born 1988 July 16 88 هذا عيد ميلادي مولود بالسنه مالتي نفسه 88 ايوه مولود 88 هذه هيذيك لا ما راح يذيك بس على بالك انطق لك صوره يعني لا اكثر ولا اقل بس انا سمعت الكاميرات يقول سمعت الكاميرات من انطق صوره تاخذ روحك مثل الهنود وتقول لا ان شاء الله غلط اوكي هذا يسوي سكانر يمسح ينسخ ينسخ دماغي دماغي نسخه نسخه خرافيه اكيد اسال الله طشني لطشه بدماغي خلاني ما افتي امشي بعد ابد ما الذي حدث اقولك شو صار ها هاي شنو اوه اللاصات اوه بيبي رجعني رجع كنت اموت رجع كنت خزيت ابرك رجع ولك ولك هاي وين نزلتني انا ما قلت لك نازل اكو شي صارت مشكله يقول لي حاول نزلني بمكان غلط انا عبريه نزلتني بمكان غلط عشان خلينا نشعل الضوء هنا This isn't funny تعال انا ادري ها شلون اجيت انا يقول يقول هذا شلون هذا المكان كيف اتيت هنا انا الله علم علمك يا اخي شلون جيت انا والله ما ادري هاي شنو سيرفين كونسول ما ادري شنو سيرفيس كونسول هاي خدمه الاتصال ما شنو خلينا نخربها على ابوهم لا حتى جاب ما شنو نطلق مقفول هاي جاب ما اقدر اكسرها ثواني بينا بيها فطر اي بشرفي ان شاء الله ما حسمع هذا مو اني هاي ايدي اوكي ها بشرف استرى الصوت كلش عالي مرحبا شباب السلام عليكم هاي شنو هاي عندكم السقف ينقط اكو واحد قاعد يسوي فد شي ما هو زين على السقف ما ادري ملابس راح ابرد تواليتات مال زمان فور ريحه قبت اشنو حلو بشرف انا خفت والله دا اسمع صوت مو طبيعي هاي شنو الين خرب هو بالاحمر هذا شنو الازمه وزودها عظمي اك شو هذا لزمته سويت له سكانر انا يمكن ماكو شيء هنا انت هل تستطيع التكلم هل تستطيع التكلم على مثل الاخرين هم اللي يحكي هاي هاي لودي يتراوالي لو فد شيء كيف فعلت هذا شيت شباب اشرد خوي عامر اشرد خوي عامر هذا مو كان مزود الباب قبل شوية خربوا بالازرق حجي اولي على كيفك يا انا معود خربوا بالوين اروح شيت شيت الله سطح حمدي الحورة الله سطح حمدي الحورة دي يضرب الباب هو قاعد يضرب الباب أنا وين؟ لك دكتور شي دكتور جيمسي
دكتور جيمس الله لا يوفقك ودي انت كراميلا. شنو ها شنو هذا؟ هاي البلايس اليوم قطع اذاناتك اليوم. دكتور جيمسي انت مو قلت لي بس سكانر اسوي لك انا ولا وفقك. هذا جهازي. اوكي فهمت. يلا يلا شبنا على هو الازرق. شد اللوست هنا ترت هنا ترت دكتور جيمسي. يلا خلي الله يوفقك دكتور جيمسي. هاي ليش مجنون تشتغل؟ اعتقد ثواني خل ارجع للغرفة كنت بيها. هي هاي منها الغرفة كنت بيها مو ما اريد ارجع له فلوفة قوية. هاي نتلتنا بالكهرباء وانا بقطني الهواء. الله يوفقك دكتور جيمسي. دو عشان يتنفس راح يموت. حموت من الرعب لك انا مو كان الرعب. شيت دكتور جيمسي ستر باب الشباك مفتوح. يا شنو مال دروب هي؟ خلي هنا بسرعة. اي حلو اسوي عشير من عندي. ايش اسوي له يعني؟ خلاص يلا شوف هاي سيستم ستوت. هاي خلينا نسوي. لا هاي ما تفيد. نسوي رجوع. نسوي هاي هم ما يفيد. نسوي هاي اللوك. اللوك اي هاي اللوك افتح. هاي شنو فتح لنا؟ هاي شنو ميموري؟ عندي ميموري بالتليفون شو اسويها؟ لحظة هاي خلي هنا؟ ها اي حلو. هاي شو اسمها؟ هاي اعتقد هاي العتلة تخلي يفتح شغلات يمكن قال له؟ اوكي مانج ابديت ابديت احلى شيء ابديت. احنا العراقيين نعرف الابديت كل الزين ونكرها بنفس الوقت لان حمل ملفات وتعال عمي شيني خلي وحده الاخ. انا كيف اقول لك؟ افلت خوي عامر. راح البنك اشتغلت. هي شغاله من زمان. لازم ارجع للباب نفسه. افلت هذا الباب كان مسدود. صاير اللي بيكات شو انت قبل ما يجي احد ما اعرف. يلا سوي له سكان. لك اسكت. الصوت خرب عنا. انا وين هاشرة؟ الله يوفقك دكتور جيمسي. خرب بيك. اشتعل صفحتك دكتور جيمسي. هاي شنو؟ هاي اكفد شي يشبه ال اوكي يعني بس يشبه ال اغلسه الصرة. اشبيكم البطن يعني
اوكي هاي صار ما هذا شو هذا خلى ايده بيها وما ادري ايش صارت لم يؤذيك بعد الان قام ينقط يا انا صوتي خليت ايدي حيل جوا يعني بالصره مال بطنه يعني. والله نيتكم انتو حجي جمسي شيخ جمسي معود دكتور جمسي الله يخليك رجع لي انت مو قلت لي بسرع شيت هاش بياني طلعت مربعات اخاف انا بعدنا ببطن الاله لحد الان دكتور جمسي الله يوفقك رجعني معود بدحت رجعني بدحتي انا اسوي هيك على حسب بكت اشوف دكتور جيمسي الله يوفقك ما يخالف خلي اصبر لي ايش لا تسوي صوت فضحتيني هاي شنو هاي قاعدين بغرفه مع المحركات شو كلنا قدين ايش السالفه هاي شنو Don't touch the stroker or ما أعرف شنو can't confirm an effect on إيش اسمه لا تلعب بهالشغلات مثلاً هذا مخلي الصوندات اثنين بالش اسمه هذا رجل آلي أقدر أحكيها سلاسل عليكم تسمعني ما يجاوب هو أقدر أسحبها لا تفعل شلعت صندوق خطيه تاذيت انا احتاجه لماذا ماتت طبها مرض ما يهمني انا بعطوان انا السفاح مال لعبه ساو لعبه سوما فبيش الكيلو هاي شنو مو هي انت ما تصير تستعملين ذني هي مفرد كلمه صوارم شنو مفرد كلمه صوارم هو هذا هاي دقمه هاي دقمة اوكي هاي دقمة صحيحة اوكي انا يعني يمكن دست غلط ادوسها هسه ولا اوكي عبرة الخضرة دستها تعبر الخضرة من جهة ادوسها انا المهكر انا المهكر انا معلي الصوت كلش اشتغلت المولدة اشتغل بالمولد شو وقت الوطنية تجي؟ روح نطلع القمر هاي كل أنا دا أشك إنه هذا بعد ما سوى نسخ دماغي نسخ ونقل على نقل يعني نسخة طبق الأصل من دماغي مثل ما هو قال أنا عملت سكانر بدماغك ما الذي حدث؟ أكو إنسان hey, اسمعيني ولك I hear you إيه خلي الباس هاي شو اسمه Absalom, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. أنت بغرفة؟ أنا كنت بغرفة وعلى راسي خوذة. شو اسمك؟ اسمي سايمون جيرل. طو حضر الطلقتين. أين أنت الآن؟ مكان بأي قطع مال كهربائية ما أعرف شنو. لازم تصعد للدرج تصعد على الدرج. أكو درج هنا؟ أكو درج؟ وين أكو درج؟ هذا درج. لا درج. هذا درج.
upstairs. أعتقد. أوكي هذا درج upstairs. حلو. تنتظريني جايك. حاضرين طماطة على شوية خيار على هالشغلات يعني شوية نسوي له مز مع بطل ميرندا وحمد الله وشكره وخلاص. ماشين حلو. ما أقدر أدوس شيء. أنا أحب أسوي هيك ألعب بالشاشات التاتش كل شوية يطلع لي الدماغ يعني خزن. اوكي هاي واحد ينزل منه او تقدر تنزل منه. حلو بعد ما اقدر اصعد لاصد. هاي شنو الضوء؟ اوكي شباب والله ما مرتاح لهذا اخاف اروح لي يقتلني. اروح لي ولا لا والله شو عد شو عد راس مال كنا من هو والله بس ما ادري شو احترقت احترقت. لازم اكو فد عتله تخليني اسد ايش اسمه طبنا. هاي العتله اي هاي العتله. يلا خرب عنا خرب عنا. شوفني شوفني هذا العقرقة العقرقة شافني شوفني خرب. لازم اصعد لي فوق لازم اطلع. ما يلحق عليه هو بطيء هو عقرقه ما يلحق. تعال لك تعال انا ما اخاف منك تشكل انا بعطوان انا بعطوان ما اخاف منك تشكلك. تعال اقول لك تعال اركض يا عامر. لحقت ركض يا عامر لحقت سديت الباب ركض يا عامر ركض يا عامر ركض يا عامر ركض يا عامر خربك عامر خربك عامر. ايش والله عبان صوت وراي وكان ما يقدر يصعد. ها واحد شار هدومه هنا وشارين عيب. حمد يحكي هاي هذا قاعد يحكي هاي بده يصلحون. اشتغلوا شباب ما الذي حدث لك؟ سلاسل عليكم انت عمي؟ انه انا كور اسمه منو؟ اسمه جيمسي؟ ايه لا ذاك جيمسي هذا شنو؟ شكرا انك مزعج جدا. على اساس انا مو واقع بالقاع. ايش فيه هذا تخبل؟ ما اقدر اساعدك في شيء؟ ايش بيك شنو المشكلة وياك؟ المشكلة كل شيء؟ انت انسان؟ هل دماغ راح؟ انا انسان؟ هذا خبل عباله هو انسان. هل تعرف شيء عن هذا الحياة؟ انت جديد. هذا ممكن شيء غريب. هذا يقول انت ظاهر جديد على المنطقة. بس اذا شوف احد قلهم انا وين. عيب 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 تسوون شغلات من فوق يعني. ها شنو؟ طفت الكهرباء. خطي خطي دا عذبه دا عذبه حبيبي. اعتقد اني شغلت الدقمه الغلط. جيب لك الدكتور
أنا آسف يعني هاي الكهرباء أذتك؟ أذتك كلش؟ أنا تقول لي فاكين مو؟ إنها ضحكة الشريرة. خليك من تول بين ما أفتر. عمود ما تلعب عقلك من جديد. أظل لك من تول. أنا بعطوان الشرير. ما أسمع أحداني. أوكي. أوه يريد رقم سري. هاي شنو رقم؟ خليك من تول معلي يعني. إيه طز بيك وطبك طب. أطن طن 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 ما أعرف هذا شنو هذا الباب؟ هذا إنسان. هل هو ميت؟ إنه ميت. ها هاي ID 07 هذا هو إيش اسمه الرقم السري مال بعد تنتول. أوكي ممتاز خليك على الشحن. أنا عمود لا تقولي بعد مرت له كهاي الكلمة القذرة مالتك. أوكي أوكي اسمه صفر إيش قد؟ 07 0721 071 لا شلون بالله شلون هي شنو ايش كان الكود والله نسيت خربه بالازرق اي كل مره صياحك انا قلت لك لا تصيح حبيبي خليك انا على مودك اريدك تنشحن شويه ايش قد الكود 0722 اوكي ممتاز يا حبيبي يا حبيبي ابقى على الشحن انا على مودك اوكي الصفر تشينج 0722 حلو اوكي دخلنا اوكي باور مانجر اوف هاي ما ادري حنغيرهم كلهم هاي سوينا احنا هاي شنو حلو حلو هلا بهوان هاي شنو كربت الداتا ديتكتد يعني اكو ملفات مضروبة تريد تسترجع ملفات طبعا شيء اكيد قلت تسترجع ملفات بالمشروع نشوف هناك شكو دقمة هلا بالدقمة احسن لسدي اوكي سحبنا ملفات اوه هاي مكالمات ما ادري شنو ما رد مع الحكي هنا اوكي لما بروكن مينوال انبوت ريكوايرد اوكي يحتاج فتشي ندخله هنا يقول نحتاج فتشي نستعمله اوكي ايش عرفني شنو شيء نستعمله لازم نروح ندور بعد بار ها عصت هاي عصت عصت ولكم يلا عاد ها يجوز لازم كود انزل كود اوكي خلينا نجرب والله ما اعرف شنو نجرب نجرب هاي مال جريتوس 2208 ها هاي انا دا اسوي الاشارة هلا بجريتوس الضلع اكو احد؟ ماكو احد؟ اكو؟ ماكو اوف لاين لا مو خوش شغلة خلينا نجرب وحدة خلينا نجرب هاي ها لمبدا لمبدا هاي شو يسمون؟ 2203 شكرا اوكي اوكي يلا نعدل نعدل الإشارة اوكي سويناها اكو احد اي حلو هذا اون لاين يلا العب كاونتر مع كاونتر استرايك انت هنا اللي لقيت شيء يعني يسموني سايمون جيري توم جيري ايش تريدين انا حاضر Me. I was hoping you'd have some answers. حضرتي طماطم الخيار هي ده ترجم لكم. Where do you even begin? I mean, what is this place? هذا المكان شنو؟ شلون جيت انا هنا؟ وشون هاي الآليات يحكون عبالكم مال بشر؟ لما جيت هنا وين كنت تشتغل انت؟ كان يشتغل بتورانا. قلت له انت صار لك فترة مو هنا ولا شنو السالفة؟ هل جيت انت قبل من تورونتو هاي المنطقه البعيده هو ما يعرف انا شلون جيت هنا شلون ما يفتهم انا اعتقد هو مثل الماتريكس يا شغله بعد ما نسخه دماغه اكيد يعني
اكو آلي كان يتألم كان يتألم اي عفته عشا هناني اي اوكي حلو ما هذا شوت لاصف اعتقد هذا المكان راح ينهار شو اسوي اكفد عربانة راح انتظرك وين تنتظرين شوت شوت طقت 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 لا 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 راح اغرق اعتقد اكتب هنا ولا مو هنا ولا اقول لكم خليه يخلص يلا خليه يخلص غرقنا شباب وذاك دينت الخطيه وقع عليها مي هسه صار مشوي اوكي عيب عيب تشمتون من الناس يعني هاي انا بدي اغرق خير لقوا اكسجين معقوله هاي شنو ما الذي حدث كيف هذا ممكن هاي دي هاي دي هاي شنو هاي صار هذا جنون شباب قمت اتنفس وفجأة ملابس الجلد تغير صار عندي ملابس ايه صعدنا صعدنا خرب انه صارت عنده ملابس عجع على جلد مالتها شلون وتغيرت يعني اختفت ومثل انت شفته بعد انها ملاعيب العيد اوه لا صوت بشرفي شنو اللي انا بطن الماي اوكي شباب راحاني الحلقه هنا لين ما نعرف ايش راح يصير يعني طبعا هاي الحلقه مثل ما قدامكم مثل ما شفتوها عفوا حلو تونس يعني بصراحه في عالم غريب ان شاء الله الحلقه الثانيه اذا يعني ان شاء الله انزل الحلقه الثانيه ثاني يوم يعني بعدها ثاني يوم ان شاء الله انزل الحلقه الثانيه ان شاء الله اذا عجبتكم لا تنسوا تشتركوا معكم ابو عطوان من قدركم في 11 مع السلامه باي.